سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، تفضلوا فالمنبر لحضرتكم. مرقت علينا مراحل كثير صعبة لحد
انه للاسف البعض منا ما عاد مصدق انه في الله غير منه بكل لحظه في الله وبكل ساعه في الله بدي بس على ساعته هو مش على ساعتنا نحن. البعض منا انه ناطر اعتبر انه غاب ربنا عن الدنيا مغلط ربنا وتدخل ونحن هلا كلنا سوا مع بعضنا لحالك كثير وتوهمنا كثير ومرت علينا كثير مصايب وانحبسنا كثير بس بالنهاية انتصرنا وطلعنا من الحبس اللي حطونا بالحبس نزلوا بالبداية ما راح يطلعوا منه بتذكر الحضور انه غازي العام مات ورسم غزال مات وجمع جمع مات كله مات وبقينا نحن وبقي النواب وبقي ما في حقيقة حق للجميع ما في حق للجميع اللهم يكون في رجال بتلاحقوا نحن رجال. صحيح بالماضي القريب يوم كمان قد ما جربوا البعض يسيطروا على الدولة قد ما جربوا ياخذوا لها قرار قد ما جربوا يسولوا ويجولوا قد ما جربوا ياخذوا درب الدولة بنهاية المطاف رح يفلوا هن وتضل الدولة دولة فعلية قوية، دولة حرية، دولة زيادة، دولة استقلال. أنا بهالمجال في عندي قول للإمام علي من وقت ما كان وعلى الحاجة بستعيني على القول لأنه قول بليغ كبير. بيقول دع الأمور تجري في أعينها ولم قريرا هاني بال فما بين غمضة عين والانتباه بها يغير الله من حال إلى حال. اللي معتقدين إنه الوضع في لبنان خلص ثبت على ما هو عليه ما راح يتغير بيكونوا مخطئين. هلا شايفين هاي بين غمضة عين وفتحتها بتجي يغير الله من حالة إلى حالة مثل ما راح يصير هلا بلبنان إن شاء الله. بنقول على نقطة ثانية، بدي أحكي شوي من حكم اللي صدر بجريدة الغيال رئيس السلمي الشيخ رشيد الجميل. مؤسس القوات اللبنانية يلي دايما حي فينا. بدي أتوقف على نقطتين. أول نقطة هالحكم اللي صدر بيأكد إنه ما كان في عدالة بعهد الوصية. ليش؟ هالحكم اللي صدر اللي منا تابع شوي هذا كل محاضر التحقيق موجودة من قبل من 20 سنة و 25 سنة. القرار الزلمي صادر فيها قبل ما كان بده إلا كم جلسة وتصدر الأحكام مثل ما صار هلا. تتشوفوا قديش ما كان في عدالة. هالقضية كانت جاهزة والتحقيقات كانت جاهزة والقرار الظني كان جاهز ما حدا عمل فيها شيء. راحوا خرعوا قضية فجروا كنيسة حضروا تحقيقات هن عينينا جابوا ناس من استراليا نزلوهم على شاطئ لبنان عملوهم عملية رجعوهم على استراليا تيجوا يحلوا حزب القوات ويحلوا الدولة اللبنانية. الحكمة اللي صدر في قضية الشيخ بشير الجميل أكبر دليل إنه ما كان في عدالة بأيام الوصاية. ما بقى حدا يحكينا بأحكام اللي صدرت بأيام عهد الوصاية، لأنه يعني إذا كان في أحكام فعلية بدها تصدر، أول حكم كان لازم يصدر بقضية جاهزة تحقيقاتها خاصة بأيام بشير الجميل. ثاني نقطة بقضية بشير الجميل يتبين إنه فريق 8 أدار بكافة فرقائه يتوسل العنف والاغتيال السياسي لتحقيق مآله. هاي اليوم حكم صدر عن المحكمة اللبنانية بكافة الأحوال قبل ما يصدر الحكم. ما هن اللي عاملين هالجريمة كل يوم بيقولوا وبيفتخروا فيها.
فيه بيشاركوني حبيب الشعب نفذ حكم الشعب بأجل خاتم بشير الطيب. طبعا قلت لها الحكم مجهول لأن الجملة متوصلة. هل بعترف فيها وصدر الحكم. وبالتالي هي أكبر عليهم على كيف بيشير الطيب من الأخر. في حزبين من الأخر عم يتحكموا أعضاء قياديين منه أمام المحكمة الدولية بحق بجريمة اغتيال رفيق الحريري. بشير إسماعيل، كمال زنبار، رفيق الحريري، شو هذا صوت الأرز؟ هي هي سياسة بين أغراض الدنيا. بنطلع موضوع ثاني. في البعض من لبنان مصادر السلاح محكمة الهوية. هلا حد السلاح بيجي شو بده يصادر؟ بده يصادر الأحكام الوطنية. اللي هو بوزع الشجاك مين وطني مين شو؟ أنا بس عندي لبنان صغار لأنه حيلا لبنان له حق يعطي الشجاك الوطنية. إلا مين؟ اللي ما له حق يعطي الشجاك الوطنية هو يلي لبنان مش شمته تبعه. يلي لبنان مش شمته ما له حق يعطي الشجاك الوطنية. يلي الأمة تبعه أمة أخرى مختلفة تماما. يلي أمته أم أمي أخرى مختلفة تماما نواب الجمهورية الإسلامية بالعراق ما له حق يعطي شهادة بالوطنية اللبنانية. كمان ما له حق يعطي شهادة بالوطنية اللبنانية يلي أولوياته مش لبنانية. أولوياته بمطرح آخر بضحي بكل مصالح لبنان اللبنانية في سبيل أولوياته الأخرى. كمان وكمان ما بيقدر يعطي الشهادة الوطنية يلي اصلا ما قبل الاتفاق الطائف وبعضه عليه هلا اشتغل الاتفاق الطائف لو انه ما عم بيحكي شيء. ما له حق يعطي الشهاده الوطنيه لانه كل وجودنا كدوله هلا مبني على الدستور قائم على الاتفاق الطائف. ما له حق يعطي الشهاده الوطنيه يلي كلهم بيتخطى القوانين بيتخطى الدستور بحاله مثلا عم بده وبيتخطى الدوله اللبنانيه بسياساتها الخارجيه وبيضرب بعرض الحائط. سياسة لبنان التأهيلية التاريخية القائمة على حياة لبنان وعلى النائب بنفسه، هذا بعد حق يعطي شهادة الوطنية. هلا الجندي في ولاية الفقيه له حق يعطي شهادة الوطنية، بس له حق يعطي شهادة الوطنية ولاية الفقيه مش لبنان. بشير الجميل لما تصرف بوقته بالظروف اللي كانت محيطه فيه تصرف صح والاخرين هن اللي تصرفوا خطا. مشان هيك صدر الحكم على الاخرين لصالح من يرجع بشير الطيب ولصالح الاخرين. بالختام بدنا انه ما صح الصحيح بالفتره الماضيه كمان نتفرج عليه ما بيصح الا الصحيح. بس هالصحيح ليصح بدنا يا اخوان نساعده شوي. انتم فيكم تساعدون كثير ليصح الصحيح. فيكم تساعدون بس مثل تخدم وتروحوا تخدموا الصحيح مثل ما انتم شايفين الصحيح. يوم بنتشكل كثير امور بلبنان بدي اسالكم اذا مجرد ما تشكلنا تترتب الامور لا مش مطلوب منا نعمل ثوره ولا نحكي مطلوب نروح نصور. مشان هيك بدي اكد عليكم مره من جديد انه تتسجلوا الا اللي ناوي يروح يصور بلبنان تسجلوا وتصوروا مشان صوتهم يخلي الصحيح يصح. نحن بالحقيقه مرضونا بالفرح ومرضونا مع الفطور يعني لولا العيلة والحياه كنا بنفكر نضل معهم. بس انا فكرت بطريقه احسن من ضل معهم فكرت برجع بفوت معنا. عاشت الجالية اللبنانية في ملبورن، عاشت الجالية اللبنانية في إسرائيل، عاشت إسرائيل، عاشت قوات لبنانية يا حبيبي. Thank you.
بدي ارحب فيكم مره ثانيه، اهلا وسهلا فيكم جميعا.